أعزائي المشاهدين، وصلتنا للتو هذه المراسيم الرئاسية. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، مرسوم رقم 2283 يقضي بتعيين السيد النظيف عبد الجليل يحيى رئيسا للسلطة التقليدية راشد بمركز أبو دية محافظة أبو دية بإقليم السلامات، باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي. يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين السيد النظيف عبد الجليل يحيى رئيسا للسلطة التقليدية راشد بمركز أبو دية محافظة أبو دية إقليم سلامات. المادة الثانية، يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628 و629 الصادران في 15 من سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة وزارة الشباب والرياضة والترقية، مرسوم رقم 2227 باقتراح من وزير الشباب والرياضة والترقية. المادة الأولى، تم تعيين الموظفين الآتي أسماءهم في مناصب مسؤولية التالية بوزارة الشباب والرياضة والترقية: الأمانة العامة، الأمين العام السيد نكور اللاتشي خلفا للسيد يوسف جبرين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. الأمين العام النائب السيد بير ريب بن جامين يحتفظ بمنصبه. الإدارة العامة للشباب والترقية، المدير العام السيد عبد الرحمن أبكر الجد خلفا للسيدة سولا أنجلونجي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. الإدارة العامة للرياضة، المدير العام السيدة أنطوانيت تاجي بي سي خلفا للسيد أبكر جرمة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، على وزير الرياضة والشباب وترقية ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 9 من ديسمبر 2017. التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وبهذه المراسيم الرئاسية ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. لكم مني أطيب المنى، في أمان الله.